السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعنا لكم تاني باللول باتش نوت سيريز. هذا السيريز حق التحديثات. انا ناوي ان شاء الله باذن الله اي كيب ولا ابقى اسويه على اساس مع كل تحديث ينزل انزل الفيديو حقه في يوم يومين ثلاثة ان شاء الله بالكثير، على اساس ما نتأخر عليكم. 6.5 ريوت اتكلموا على حاجة اسمها الكلوبس في نوفمبر اللي فات. الكلوبس بيسكلي فكرة جديدة يربطوا يجمعوا فيها جروبات مع بعض، زي جلد ولا زي مجموعة شباب يلعبوا مع بعض، او زي كلان للناس اللي لعبوا كلاش اوف كلانز كثير، فيمكن اسوسييت يعني يفهموا الفكرة. من يوم ما حتنزل تقدر تسوي كلب. الكلب هذا ممكن تضيف فيه لين 50 شخص. الكلب هذا انت تقدر تعطي الناس فيه الشات كابابيلتيز، يعني مين يقدر يسوي شات مودريتر، سبام فلتر اظن. بصراحه ما اعرف ايش التفاصيل حقتها بالتحديد، يعني لانه ما تكلموا عنها بشرح مفصل. كل اللي قالوه انه حيكون في الكلب مش اكثر من 50 شخص او 49 شخص انكلودينج يو، حتصير 50. اللي سوى الكلب كان حيكون عنده اكسس على او حيكون عنده خاصيه انه يشيل من الكلب ويدخل في الكلب، و at the same time في نفس الوقت chat moderation tools، يعني ما ادري يقفل الشات على واحد، يفك الشات على واحد، يعطي كلمة الواحد تاني ما وهكذا. يمكن اذا بتكلم على tagging system، يعني حيكون في والله في الكلب كلاس او مو كلاسات، يعني واحد moderator، واحد حيقدر يسوي لهم تاج، يقول هذول مثلا الجروب اللي ليدز حقوني اللي هم اصحابي، وهذول مش اصحابي، هذول ستريمز او مش اصحابي، يعني هذول الشخصيات اللي انا العب معاهم، يعني يقدر يفرق يسوي لهم تسميات ومجموعات جوة الكلب. بعد كذا نخش على الشامبيون تشينجز. اول شيء زير الظاهر كل اللي سووه فيه تعديلات فيكسز، يعني تصليحات على شيء على شويه بقات كانت موجود فيها. Fixed a bug allowed Azir to queue basic attacks. Apparently كان الظاهر كان في bug يقدر يخليه يسوي attacks ولا abilities وهو ما عنده مانا، هذا عدلوه. Bug تاني كان ما عاد وهو بيسوي basic attacks ما عاد يقدر يسويها او توقف ولا يصير له lock عليها، صلحوه. Bug تالت now properly triggers الW ما كانت تشتغل زي الناس احيانا وهو بيضرب التورتس، عدلوها. بعد كده جنار زودوا البيس اتاك دامج حقه. ايش يعني؟ يعني زودوا اول ما تبدا الجيم بيس اتاك كان 48 صار 51، يعني بس في بدايه الجيم حيسوي دامج زياده. بعدين بق فيكس برضو تاني على الالتي حقته، كان لما يسوي الالتي ويضرب المينيونز الدامج ما يجي عليهم الا شويه متاخر، يعني تشوف المينيونز يتحركوا بعد ما تحركوا فجاه كذا تلاقي الدامج حقهم نقص، بس بيسكلي عدلوها. بعد كده هيكرم سووا له بف على الاي حقته، انا يعني الدامج انتوا عارفين الاي حقته كيف كانت تشتغل، كل ما زادت سرعته كل ما قطع مسافة زيادة كل ما صار الدامج حقها زيادة. أول كان الدامج حقها يزيد additively يعني جمعي، دحين صار ضربي multiplicative، يعني ما هم حاطين الفورمولا صراحة، ما هم حاطين المعادلة، بس يعني لو مثلا كان كل خطوة يمشيها يزيد زائد واحد، صار كل خطوة يزيد أو زائد اثنين، صار كل خطوة يصير ضرب اثنين بكل بساطة. بعد كذا الدفة النوك باك برضو غيروها من 300 ثابتة ل 250 ل 450 على حسب قديش المسافة اللي قطعها. بعد كذا صلحوا بق كان يخلي الاي حقته تتحرك وهو روتد في الارض، يعني هذي عدلوه. الشامبيون اللي بعده يا شباب جرفان عطوله بف مو طبيعي. اظن البف هذا حيخلي جرفان موجود في كل جيم حتشوفوه، عشان كده يمكن في اليومين اللي فاتت الشباب شايفينه موجود في كل جيم. الدبليو حقته كان سووا لها بف اميزنج، صار الكول داون حقها 12 ثانية بداية الجيم لنهايته، بدل ما يبدأ ب 20 وينتهي ب 12. هذا معناها مو معناها يو كان سبامت، بس انه والله تقدر تستخدمها اكثر.
البف الثاني اللي هو خلاه فيري او بي اليومين هذه اللي هو الكاتاكليزم حقته. الكاتاكليزم اول كانت لما تسوي الار عليه، اللي هي الكاتاكليزم هي الار يا شباب، اللي هي الالتي. لما تسوي الالتي على واحد تضرب الشخص المحدد، لو سويت الالتي على مجموعه العدم اللي بتضربه الوحيد هو اللي يزيد الدامج. الحين صارت it deals damage to all targets. ايش يعني؟ يعني لو بتضرب تسوي اي وي دامج، لو بتضرب مجموعه، لو بتضرب واحد في وسط مجموعه كلهم اي واحد جوا الكاتاكليزم جوا الار حقتك حينضرب نفس الدامج اللي البقيه بياخده. هذا معناه انه جربان دحين ينفع مع اي اي او اي كومب، يا اني كومب اللي هو مالفايت اني الجروب هذا، لما تروح جروب يسوي اي دامج اللي هو سو اومبو كومبوز، هذا صار ينفع معاهم بكل وبشده. اصلا هو كان ينفع معاهم من اول، دحين صار مجرم معاهم. anyways اللي بعده كوغما سووا له نيرف اخيرا، عدلوا لنا الدبليو عليه. الدبليو اللي كانت صراحه وبي ما لها حل، كانت تعطي باسيف اتاك سبيد باي ديفولت، الحين غيروها شويه خلوها ما تعطي الباسيف اتاك سبيد اللي هو سرعه الاتاك، خلوها تعطي دامج زياده بس حبتين، وغيروا الاتاك سبيد جروث ستات حقه. ايش يعني جروث ستات؟ يعني كل ما يلفل الاتاك سبيد اللي كان ياخده في الليفل زياده 1.5% دحين صار 3.5%. فمن بدايه الجيم لين ليفل 9 حيكون الاتاك سبيد حقه اقل كثير عن ما كان اول. بعد كده في نهايه الجيم المفروض اذا وصل لليفل 18 حيكون الاتاك حقه سبيد حقه مجرم. يعني ما بقول هو ما هو بان وردي، بس صار التعامل معه أسهل كثير في بداية الجيم. يعني المفروض قد ما تقدروا تخلصوا عليه في بداية الجيم عشان ما يوصل لنهاية الجيم ويوصل للهايبر كاري مود حقه. والكيو حقته سووا لها بوف على المانا، قللوا المانا كوست حقها على أساس يغطوا على اللي صار في الدبليو. الشامبيون اللي بعده ناتالوس، ناتالوس عشان صار برايورتي بيك أو صار مين بيك توب زي ما انتم شايفين، صار صراحة جدا مزعج لما تشوفه توب. سووا له نيرف على الاي حقته عشان يقللوا ال الويف كلير حقه. لسه ما اظن النيرف هذا حيغير من امكانياته في التوب لين، بس اقلها ما عاد يقدر يسوي ويف كلير زي ساز، يجي كذا يديك يشيل ام الويف كامله ويجي ماشي. الشامبيون اللي بعده شباب بانثيون، سووا له نيرف على الاي دامج حقه وسووا له بوف على الار حقته. اكشلي هو بوف ونير في نفس الوقت، يعني اذا الار اذا نقص المانا كوست حقها ل 100 مانا، وفي نفس الوقت اذا الار كنسلتها اول كانت ترجع بعد 10 ثواني، دحين ترجع بعد 30 ثانيه. يعني انت عارف انه ممكن تسوي الار اللي هو الالتي حقته بعدين انت كنسلها، بطلت ما تبغى تروح. لو بطلت اول كان بعد 10 ثواني يرجعوا لك السي دي، يرجع الار ترجع، دحين لا 30 ثانيه. فيصير يعني يبغالك تنتبه ما تضيع الار الا وانت متاكد انك تحتاجها. رينكتون يبغوا يرجعوه للجيم لانه الايرلي جيم حقه كان هو خاصيته، بعدين شالوها منه. الاعلان بيحاولوا يرجعوه في الجيم بنفس الطريقه، بالذات مع ناتالوس توب، لانه ناتالوس صار يجي يفجر، والمفروض رينكتون عنده الامكانيه انه هو في بدايه الجيم لين بولي زي احد. فاللي سووه الاي دحين الاولى والثانيه كلها تديك فيوري. اول كانت الاولى ما تدي فيوري، كانت الثانيه بس تدي فيوري. وغيروها بس، يعني غيروا حاجه بسيطه فيها. اول كان لما تسوي اي على المينيونز تاخذ 2.5 فيوري، دحين تاخذ بس 2 فيوري. يعني لو سويتها على الشامبيون تاخذ 2.5 كامله، لو سويتها على المينيون تاخذ 2 بس. والالتي حقته سوى زودوا الهيلث حقها في بدايه الجيم 50 100، ميد جيم وقللوها في نهايه الجيم. اجين يبغوا يرجعوا الايرلي جيم حقه احسن من مكان اول. شن كل اللي سووه فيجوال افكت، صار تقدر تشوف الالتي وهي سايره، عشان كده صار يطلع اللون الموفي الجديد هذا. حتشوفوا لون موفي كده جديد طالع وهو بيسوي الالتي عشان الناس تنتبه انه هو نازل الالتي. اول كان يسويها وانت ما انت داري انه مسويها ولا تشوفه، فجاه تلاقيه تحتك في وجهك. سجواني سووا بف للدبليو حقتها،
ايش كان يسوي لما تسوي اوتو اتاك؟ الدبليو كانت تسوي اوتو اتاك ريست، بس الاوتو اتاك ريست كان يتاخر شويه دحين على الجلو. الاي صارت تسوي دامج زياده، الار بس صارت توري الانديكيتر حقها صار يوري انه والله ايش الاريا اللي حتضرب فيها كامل. المفروض انه هذا يعطي سجواني الخاصيه انه هن ترجع للميتا شويه، المفروض يعطيها كابيليتي ترجع شويه، بالذات انهم زودوا الدامج على الاي وزودوا الدامج حق الدبليو. ليه يعني زود الدامج حق الدبليو؟ ليه بقولها كده؟ لانه اول لما تضرب اوتو اتاك وبعدها تسوي اوتو اتاك ريسيت كان يتاخر شويه، دحين صار يسويها اسرع شويه، هذا معناها في الاوتو اتاك اللي بعدها حتيجي اسرع، هذا معناه الدامج اللي حيسويه اوفرول اكتر. السراكة التشينجز اللي سووها هذه تغيير للكيت حقت سراكة كاملة، اظن نقدر نقول هذا ريورك لسراكة يا شباب. الكيو والدبليو، الكيو سووا لها باف جامد، نقصوا المانا كوست حقها، الكيو اللي هي الستار فورا اللي نزل النيزك كده على فوقك وهي نازلة، وفي نفس الوقت لو صقعت بيها بعدها مو بس ترجع هيل، تسوي سلو all the time. أول ما كانت تسوي سلو إلا إذا كانت في النص، إذا صقع الآدم اللي صقع هي في نصه، الحين أي أحد تلمسه الآدم هذا اللي تلمس بيها حيصير له سلو. الشيء الثاني حتسوي هيلينج دوت، يعني حترجع لسراكة بدل ما هي هيل واحد، لا حتديها هيلينج دوت، يجلس 4 ثواني، والأربع ثواني هذه تجلس تهيل فيها يعني على حسب الليفل 14 16 18 20 22 على حسب زي ما انتم شايفين يا شباب. بعد كده الدبليو غيروا كيف تقدر تهيل عشان في الكيو دحين، لا تنسوا انه الكيو صارت ترجع هيل لسراكة. الدبليو لما يهيل شامبيون ثاني سووا لها نيرف في بدايه الجيم، بدل ما تلفل 100 بدل ما تهيل 120 150 180 صارت 80 110 140. بس لو كانت مسوية الكيو قبلها على تشامبيون وسوت الدبليو على الالاي حيجيله الهيل الاول وحيجيله الريجوفنيشن او حيجيله الدت كمان، فهي ما هي نيرف برشي، هي باف ونيرف، يعني يبوك تسوي الكيو اول بعدين تسوي الهيل بدل ما تسوي بس هيل 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 هيل, هيل سبام. ليش التغيير هذا غير سراكة؟ لانه سراكة دحين لازم ما تجلس طول الوقت ورا، لازم تروح تضرب كيو وترجع وتسوي دبليو. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني سراكة لازم تكون قريبة من الناس اللي قدامها. هذا التغيير حيخلي سراكة فيري سسبت، اللي حيلعبوها لازم يكونوا فنانين عارفين كيف يتحركوا بدل ما يجلس بس ورا عند التاور يهيل، لانه لازم يحط نفسه في 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 مواقف ان هو ينضرب. والتغيير هذا يمكن يخلي سراكة ما عاد تشوفوها في الميتا نهائيا، لانه ما حد حيبغى يلعب بها بالطريقة هذه، لانه هي اوريدي عندها مشاكل، هي بس بتهيل دحين يخلوها تيجي فرونت لاين كمان، اظن ما اظن انه في احد حيلعب بيها زي ما كنا متوقعين. حنشوف الباتش هذا وحنشوف ايش حيصير فيها. تالون اخيرا يبغوا يطيحوه، مو بيطيحوه من الميتا بس يبغوا ما يبغوا يرجع في نفس التيم فايت مرتين وثلاثة واربعة وخمسة، بالذات في بداية الجيم. زودوا الكول داون على الار وزودوا المانا كوست على الار، على الالتي حقته الكول داون كان 75 دحين 100، المانا كانت 80 90 دحين صارت 100 ذا هول تايم. المفروض هذا بس يوقفوا شويه في الايرلي جيم، بس ما زال لو وصل ليت جيم حيبقى 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 الجحش اللي هو اللي هو عليه كما هو حاليا. يعني اورجوت غيروه حبتين، الدبليو والار لما تسوي الالتي حقت اورجوت ممكن دحين في نفس الوقت وانت بتسوي الدبليو تسوي وانت بتسوي الالتي تسوي الدبليو اللي هي الشيلد اللي ما هنا اللي ما هو عارف ايش هي الدبليو الشيلد حقه. اول كان ما تقدر تسويهم اثنين فوق بعض وكان يجلس 7 ثواني دحين يجلس 5 ثواني، فانت دحين تجي طاير على ادم تسوي الالتي عليه وفي نفس الوقت وانت بتسوي الالتي تقدر تسوي الدبليو، فيصير توصل الجهه الثانيه وانت حاط الشيلد على نفسك. هذا اول شيء. الشيء الثاني لو سويت الالتي او الار لما تسويها وفي احد جنبه هناك حيجي له فير، فهذه حتنفع في التيم فايت صراحه، ما ادري قديش حتغير صراحه بس خلينا نشوف. باي باف بسيط على الاي، زودوا قللوا الكوست حق المانا وزودوا الدامج حقها. اظن كذا وي كفرد اول ذا تشامبيونز. بعد كذا الايتم تشينجز، الديفاورر هذه الايتم حقت الاتاك سبيد حقت الجنجل، الديفاورر كل اللي صار عليها انه
ريفت هارلد الجديد هذا العصفور يا شباب اللي موجود فوق لمحل بارون، هذا كان اول زي دريك. انت عارف ديفاور لما تروح تكتور دريك تاخذ 5 ستاكس، قال له الريفت هارد الاول لو قتلته ما عاد تاخذ 5 ستاكس ستاكين. يعني انتم شايفين اهل الديفاور دحين صاروا يوصلوا فول ستاك في دقيقه 13 ولا في دقيقه 15، يبغوا يرجعوها الوضع الطبيعي، يبغوها لدقيقه 18 ودقيقه 20. بعد كذا الجارديان انجل نقصوا الجولد كوست حقه وزودوا الهيلث، او زودوا الهيلث اللي يرجع لك بعد ما تموت وتطلع، بدل ما كان يرجع بس 30% زاد في بداية الجيم على الاساسنز وعلى على الاي دي سيز يرجع لهم 500 هيلث ولا 300 هيلث، دحين صار يرجع لهم 700 اور 30% ماكسيمم هيلث ايش احسن. بعد كذا السمنر ليفل بروجريشن، هذا وانت بتلفل اللي بيسوي اكونت جديد يا شباب وهو بيلفل الوقت اللي كان ياخذه اول عشان تلفل ل 30 دحين حتاخذ نصه بكل بساطه. And I think we have that's all for this batch guys. Thank you so much for watching. يعطيكم الف عافيه، مشكورين ما قصرتوا. قولوا لي يا شباب بالله لو تبغون نكمل السيريز هذه بنفس الطريقه هذه، ولا لو تشوفوا في اي تعديلات تبغون نسويها عشان نضيفها عشان الكل يتمكن من انه يستفيد من السيريز هذا. شكرا و see you guys on the next lol patch notes. Bye.